السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الأثواب. ما تنساوش كذلك تضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد ديال الموديلات. اليوم عندنا تشكيله رائعه ديال الراندة المغربيه جلابه والقفطان، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الموديلات، الاستفاده والتعرف على الجديد ديال الموديلات. جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراند عريضة مع ضريس في القب وفي الكمام. قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراند عريضة مع ضريس كذلك في الكمام وفي الكول. قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراند عريضة مع ضريس كذلك في الكول والكمام. جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراند عريضة، الراندة بالألوان، يعني خدمة راقية ورائعة مع الريس كذلك في الكمام وفي القب. ذلك جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراند عريضة. ذلك جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة، بالراندة بالألوان، مع ضريس في الكمام. جلابة بالتوب ديال المليفة مخدومة بالراندة عريضة، مع ضريس في الكمام. ذلك جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة، مع ضريس في الكمام وفي القب، مخدومة بالألوان، يعني الويلات راقية، جلابة بالقفطان. كما كتشوفوا القفطان مخدوم بالراند رقيقة، يعني هابط حتى لتحت، وجلابة عندها فتحة من القدام وملاقية بضريس ديال الراندة، ومن عند الصدر خدمة عريضة. كما كتشوفوا خدمة راقية ديال الراندة المغربية مع ضريس في الكمام وفي القب، دائما جلابة بالقفطان، يعني موديل الاستفادة والتعرف على الجديد ديال الموديلات. كذلك جلابة بالتوب ديال الجوهرة، جلابة بالراندة ومخدومة بالقفطان كذلك. كذلك جلابة بالتوب ديال الجوهرة مخدومة بالراندة عريضة. قفطان مخدوم بالراندة رقيقة مع ضريس في الكول وفي الكمام. كذلك جلابة بالتوب ديال المليفة بالطرز الرباطي مخدومة بالراندة رقيقة مع ضريس في القب وفي الكمام، يعني دائما هاد الموديلات للاستفادة والتعرف على الجديد ديال الموديلات. خدمة راقية ورائعة ديال الراندة المغربية، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراند عريضة مع ضريس في الكمام وفي الكول. كذلك جلابة أو قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراند عريضة. قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراند عريضة مع ضريس في الكمام وفي الكول. كذلك قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراند عريضة أو التكشيطة،
كما تشوفوا عندي لبسة بالقفطان، خدمة راقية للراندة المغربية، دائما الموديلات للاستفادة والتعرف على الجديد ديال الموديلات. ديالك قفطان بالتوب ديال الجوهرة، مخدوم بالراندة الرضا، ملبت بالعقيق أو بالحجر مهرس مع الريس في الكمام. خدمة راقية ديال الراندة، كما تشوفوا الكول منبت بالعقيق، نخدم خدمة رائعة ديال الراندة المغربية. دائما الموديلات للاستفادة، ذلك قفطان بالتوب ديال الجوهرة منبت بالعقيق مع دريس في الكمام وفي الكول. جلابة مخدومة بالراندة عريضة قدرية في الكمام، كذلك قفطان مخدوم بالراندة عريضة قدرية في الكمام، جلابة مخدومة كذلك بالراندة عريضة ومخدومة بالألوان. الفصالة مخزنية، كذلك جلابة مخدومة براندة عريضة، موديل راقي ورائع ديال الراندة المغربية. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا كنتو اول مرة كتشاهدوا القناة اشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابه والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الاثواب. ما تنساوش كذلك تضغط على زر الاعجاب، زر اللايك، كتشجع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد ديال الموديلات. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.